قد تزيل هذه الجرافات ساترا أو متراسا وتفتح طريق القوات الحكومية، لكنها لن تزيل فكرة ولن تفتح طريق الحكم الهادئ للعملية السياسية الفاسدة. كثير ما شهد العالم مثل هذه المناظر: آلة قمعية مفرطة واستبداد دموي يرغم المتعبين على استراحة محارب، لكنه لا ينسف مشروعهم الثابت المتجذرة بإرادة الوطن. لم تكد تفرح العملية السياسية بالعراق ببث ورقة نعي ثورة تشرين من ساحة التحرير، حتى فوجئت بحياة جديدة لها كتبتها المحافظات الجنوبية بذات المطالب وبنفس الهدف: إصرار على إكمال مشوار الثورة حتى وصول العراق إلى حياة سياسية تليق بعظمة تاريخه وعلى قدر طموح شبابه وتضحيات الشهداء. صحف عربية ودولية أجمعت على أن ثورة تشرين تعد الشعلة التي أضاءت طريق مستقبل العراق. صحيفة العربي الجديد تقول إن ما يشاع هذه الأيام بأن ثورة تشرين خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها هو ضلال مبين، فالثورة ما زالت جذورها تمتد في معظم المدن العراقية، والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرة على تحقيق كامل أهدافها. صحيفة واشنطن بوست لم ترى في عدم تغير النظام دليلا على فشل الثورة، حيث تقول إن ثورة تشرين لم تسقط النظام السياسي بالوقت الحالي، لكن أهم ما حققته أنها غيرت في طبيعة الاحتجاجات وعمقت الفهم الثوري لدى المتظاهرين. ويحسب لهذه الثورة التي قدمت مئات الشهداء أنها بعثت الحياة بالهوية الوطنية العراقية الجامعة التي حاولت قوى السلطة تهميشها وإحلال الهويات الطائفية محلها، كما أن وقود الثورة ما زال موجودا وهو الفساد الحكومي وحالة الانهيار العام التي يشهدها العراق منذ عام 2003. وثمة من يرى أن ثورة تشرين في استراحة محارب من جولة أولى في المواجهة الشعبية والوطنية المفتوحة مع مشروع الاحتلال الطائفي الفاسد، لكنها لم تمت، لأن كل الأسباب الموضوعية لتجددها ما زالت قائمة تنتظر الشرارة المناسبة فقط.